ها واش راح يصرى للموتور تاعك كون ما ديزاكتيفي ستار ستوب. تبع الفيديو معايا عندك معلومه ثمينه راح تنقذ حياتك. كيما راكم تشوفوا معنا هنا عندنا سبورتاج 2021، راح نديروا لكم الشرح للفيديو اللي درناه لكم الخطره اللي فاتت. الناس اللي ما تفرجوش الفيديو يدخلوا لاباج يتفرجوه على واش ديزاكتيفي ستار ستوب كي تنوض السياره قبل ما ديماري بها، لانه الموتور هذا معروف باللي يكولي من البروبليم تاع ستار ستوب، باسكو فيه ان الترناتور هيبريد. كي تكون تم قاري في سيركيلاسيون ويرقد الموتور، من بعد كي تجي تعاود ديماري السياره ما تنوضش بالديمارر، تنوض بالالترناتور هيبريد. هو اللي يمد كوب الكبير للموتور باسكو الموتور يطيح الريجيم تاعو، ومن بعد كي ينوض الالترناتور هيبريد يمد كوب الكبير ديكالي لاشان يطردقوا لي بوسوار يكولي الموتور. وهذا هو الالترناتور هيبريد نتاعها كيما راكم تشوفوا فيه، هذا اللي رجع لتحت. وزيدوا تبعوني عندكم الباتري تاع، هاي ليكم الباتري هيبريد تاع الالترناتور اللي تجي في الكوفر اريار وتخرج 48 فولت. وهذا هو الضرر اللي ينتج على البروبليم تاع ستار ستوب للسياره هذه. كيما راكم تشوفوا لي بوسوار كامل تكسروا، لا فوس كيلاس تشقت، ها كيما راكم تشوفوا تفتتوا لي بوسوار تاع السياره هذه كامل تكسروا، لا فوس كيلاس تشقت له. هذا هو البروبليم. واي واحد يركب في السبورتاج ديزاكتيفي ستار ستوب من بعد ديماري على روحك.